السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة إن شاء الله مثواي ومثواكم. بسم الله والحمد لله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يرضى بها عنا وترضيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي والله، والقلب السليم هو من انشغل بالله وانشغل في الله. قال الله رب العالمين: إلا من جاء إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم الله قلوبنا وقلوبكم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، نبي الهدى وبحر الندى وأكرم الناس جودا ويدا، بعثه ربه للإيمان مناديا وللجنان داعية ولمرضاته ساعية وللمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. اللهم اجزي عنا النبي محمد خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته وأمته بجودك وكرمك يا رب العالمين. مرحبا بكم إخواني وأحبابي في الله، اشتقت إليكم، جمعني الله وإياكم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يديه الشريفتي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين، قل اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. أحبتي وإخواني، نستأنف ما كنا قد بدأناه في سلسلتنا المباركة في الذكر، واليوم بإذن الله مع ذكر من الأذكار المقيدة، أي التي قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بوقت، أو قيدها النبي بعدد، أو وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بحال من الأحوال، أو كما جاء عن رسول الله. ما هذا الذكر أحبابي؟ ذكر قليل ولكن أجره عظيم، وقليل من الناس من يلتزم به إلا من وفق، والموفق من وفقه الله لمرضاته ولذكره. ما هذا الذكر؟ اسمع، روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ودقق، أتى هؤلاء الفقراء إلى رسول الله، لما جاءوا معهم شكوى. اسمع، قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال لهم البشير النذير بعد أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أعلمكم؟ اسمع، ألا أعلمكم؟ إي ورب الكعبة، والله ما عرفنا في تاريخ الإنسانية رجل كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا كمثل رسول الله في أخلاقه وتواضعه. اسمع، جماعة من المنافقين عندهم مشكلة بأن أهل الغنى سبقوهم إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم، ماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هو المصطفى، هو الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، هو السراج المنير. قال لهم النبي: ألا أعلمكم؟ ويعلمني ويعلمك ويعلم الأمة. فرضي الله عن هؤلاء الذين ذهبوا إلى رسول الله. اسمع، قال لهم النبي: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يأتي أحد أفضل مما جئتم به إلا من قال مثل ما قلتم أو صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله. اسمع، قلنا أن هذا الدعاء وهذا الذكر مقيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله خلف كل صلاة 33، 33 اللي هو ختم الصلاة يا أحباب إخواني. الكل بعد الصلاة إلا من رحم ربي، القليل من يجلس ولو دقائق يا أحبابي، لا يستغرق الوقت، لا يستغرق منك هذا الذكر أكثر من دقيقتين أو ثلاثة أو أربع بالكثير. قال 33. لما سئل راوي الحديث وهو أبو صالح: كيف نذكر الله وكيف نحمده وكيف نكبره؟ قال: أي تقول سبحان الله 33، وتحمد الله 33، وتكبرون الله 33. وزاد الإمام مسلم في روايته أن فقراء المهاجرين عادوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا من أهل المال
بما قلت لنا يا رسول الله؟ فقالوا مثل ما قلنا. فإذا برسول الله يقول لهم: ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أي ماذا أفعل أنا صلى الله عليه وسلم؟ أحبتي وإخواني في الله، الذكر والله شرف، الذكر يا أحبابي حياة، منهج حياة جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فطوبى للذاكرين، وطوبى أيها الأحباب إخواني في الله للذاكرات، طوبى لمن طيب لسانه وقلبه بذكر الله رب العالمين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد أن صافحه بيده يوما من الأيام بعد أن صلى، أمسك بيد معاذ ثم قال له: يا معاذ، والذي بعثني بالحق إنني أحبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إن كنت مهموما فاذكر الله، إن كنت مغلوبا فاذكر الله، إن كنت مريضا فاذكر الله، إن كنت صاحب دين فاذكر الله. والله عز وجل يقول جل جلاله: وأنا معه، هو الله، أنا معه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين المستغفرين بالأسحار، وجمعني الله وإياكم مع إمام الهدى وبحر الندى في جناته وفي دار كرامته. أحبتي وإخواني، حبيبي وأخي في الله، استخدم الذكر وكن على يقين أن الله عز وجل سوف يقضي لك حاجتك. أحبتي وإخواني، كما أذكركم في آخر اللقاء بأن تدعوا لأخيكم وأن تدعوا لإخواني الذين أعانوني وساعدوني على هذا المقطع، أحبتي وإخواني في الله، فجزاهم الله خيرا وجمعني الله وإياهم على حوض رسول الله. وكذلك أدعو لإخواني والله بيقين وإخلاص لمن نشر هذا المقطع أن يجمعني وإياه مع إمام الذاكرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ولمن علمنا حرفا ابتغاء وجهك العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله مع مقطع إن شاء الله جديد. حياكم الله وإياكم، جمعني الله وإياكم مع سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.